بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنوريكم رعي الماعز، وزي ما شايفين حضراتكم إنه رعي الماعز، وزي ما شايفين إحنا بنرعي الماعز كل يوم، وزي ما شايفين حضراتكم أدي الماعز، زي ما شايفين أدي أهم أسهم الماعز. زي ما شايفين طبعا احنا بنرعيهم في هذا الاكل، وطبعا ده لسه مزجي النهارده اليوم، فلا ينفع الرعية اليوم هنا. وطبعا هنا زي ما شايفين بنرعيهم هنا يوميا، زي ما شايفين ادي هذا المعز، طبعا هم بيرعوا لكي يشبعوا من الحشائش. وزي ما شايفين حضراتكم هما طبعا ترعية الماعز، زي ما شايفين حضراتكم ادي اهم الماعز، طبعا هما بياكلوا كل حاجة طبعا زي ما شايفين. وطبعا زي ما شايفينهم حضراتكم هما يروا، وزي ما شايفين طبعا اسمع الفيديو واشترك في القناة واضغط على زر اللايك والجرس. وزي ما شايفين هما يرعوا في هذه الحتة، وزي ما شايفين حضراتكم أديهم يرعوا، زي ما شايفين أدي المعز يرعوا، زي ما شايفينهم حضراتكم أديهم المعز يرعوا في الحشائش لكي يملوا بطنهم. وزي ما شايفين أديهم المعزات، وزي ما شايفينهم حضراتكم أدي المعزات أهم أهم، زي ما شايفينهم يرعوا في هذا الأكل ياكلوا، زي ما شايفين هما، وزي ما شايفينهم حضراتكم. طبعا هم شغالين يرعوا، خليهم يرعوا. الرعية أفضل من أحسن أسهل أفضل من تحشلهم برسيم أو كذلك، فالرعية أسهل وأحسن. وطبعا زي ما شايفين هم ياكلوا، أديهم ياكلوا أهو، طبعا مش ده في الغيط زي ما شايفين أهو، أهو ده في الغيط يا جماعة، أهو في الغيط أدي النخل، وأدي هو الخيل زي ما شايفين، وادي هم المعزات زي ما شايفين حضراتكم ادي المعزات يرعوا اهم، زي ما شايفينهم حضراتكم ادي المعزات طبعا هم يرعوا اهم، زي ما شايفين هم، زي ما شايفين ادي هم. طبعا زي ما شايفينهم هم يرعوا فهم، وزي ما شايفينهم حضراتكم هم يرعوا في هذه الحشائش. اهو زي ما شايفينها طبعا هم يرعوا وهم زي ما شايفينهم حضراتكم اديهم المعزات يرعوا. انزل اشترك في القناة وزر اللايك والجرس، وتابعنا في كل فيديوهاتنا، وكان معكم يا عبد الرحمن عادل تويم. وزي ما شايفين اديهم المعزات يرعوا في هذا الاكل، وزي ما شايفينهم حضراتكم
طبعا ونسيبكم، وزي ما شفتوا طبعا هذا كان بسيط. طبعا ده في هذا الغيط، طبعا زي ما شايفين في هذا الغيط، وزي ما قلت لكم اهي ده غيط ونخلة اهو زي ما شايفين. وطبعا احنا كنا بنوريكم رعية المعز، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما تقفل الفيديو انزل اشترك في القناة واضغط على زر اللايك والجرس، وتابعنا في كل فيديوهاتنا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.